تاني موعد رياضي على موجات الإذاعة الوطنية بعد دقائق من توا. يوصل المطار تونس كارتاج وفد التونسي للبعثة التونسية اللي كانت مشاركة في الألعاب البارالمبية باريس 2024، والامتياز كان بإحراز 11 ميدالية كاملة بالنسبة لتونس، فيهم 5 ذهب 3 فضة و3 برونز. نهاية الأسبوع الحالي الموعد باش يكون مع مباريات ذهاب دورة تمهيدي ثاني للمسابقات القارية للأندية، رابطة الأبطال وكأس الكاف، دور حاسم قبل الدخول لدور المجموعات، وأربع أندية تونسية إن شاء الله تكون موافقة للمرور للدور المجموعات. البرنامج الكامل في رابطة الأبطال نهار الجمعة 13 سبتمبر 6 العشية في ملعب رادس الاتحاد المنستيري، يستضيف مولدية الجزائر، التحكيم للمصري أمين عمر. نهار الأحد 15 سبتمبر دائما في رابطة الأبطال 5 العشية ديكيداه الصومالي باش يستضيف الترجي في ملعب رادس، أيضا باعتبار أن الفريق الصومالي ما عندوش ملعب مؤهل باش يستضيف فيه الترجي، والحكم باش يكون المالي بوبو تراوري. في كأس الكاف نهار السبت 14 سبتمبر 7 العشية الملعب التونسي يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري لدربه التونسي نبيل معلولة، التحكيم باش يكون من الكونغو ليونونغوان بيرجون. بالنسبة لكأس الكاف أيضا نهار الأحد 15 سبتمبر 4 العشية ريكنزو البوراندي باش يستضيف النادي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، باعتبار أن الفريق البوراندي ما عندوش أيضا ملعب مؤهل قاريا، والتحكيم سيكون للغاني أكوانونو. محليا بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجولة الثانية باش تلعب على 5 دفعات، البداية نهار السبت 14 سبتمبر ماضي 3:30 الأولمبي الباجي مع مستقبل جابس، وقوافل القفصة مع الترجي الجرجيسي. ثم الدفعة الثانية نهار الأحد 15 سبتمبر اتحاد تطاوين يستضيف النادي البنزرتي. بقية المباريات تتوزع على 3 أيام لحد 22 سبتمبر، مباراة النادي الإفريقي مع شبيبة العمران، ثم نهار الأربعاء 25 سبتمبر مستقبل سليمان مع الترجي والنادي الصفاقسي مع اتحاد بن قردان، ونهار الخميس 26 سبتمبر الملعب التونسي مع نجم المتلوي والاتحاد المنستيري مع النجم الساحلي في ديربي الساحل. تصفيات كان المغرب 2025 اليوم دفعة ثانية من الجولة الثانية من المجموعة الأولى، نبدأ بالمجموعة تهم منتخبنا اللي نذكر ربح البارح غامبيا خارج القواعد 2-1. اليوم من نفس المجموعة 5 العشية مباراة مدغشقر مع جزر القمر، مباراة هذه تتلعب في ملعب رادس، أيضا مسكين ملعب رادس تقريبا ماراثون كبير من المباريات قاعدة تلعب حاليا فيه، بالإضافة لمباريات المنتخب مباريات الأندية القارية، وأيضا منتخب مدغشقر اليوم يستضيف جزر القمر في ملعب رادس، باعتبار أنه منتخب مدغشقر ما عندوش ملعب مؤهل حاليا، وذلك علاش تمت التنسيق أنه يستضيف في ملعب رادس مباراته أمام جزر القمر. في المجموعة الثانية 7 العشية ليزوتو مع المغرب، مباراة هذا أيضا تتلعب في المغرب. المجموعة الخامسة 4 العشية غينيا الاستوائية مع توغو، في المجموعة السادسة 4 النيجر مع غانا، و8 أنغولا مع السودان، في المجموعة الثامنة 8 أثيوبيا مع جمهورية الكونغو، في المجموعة 11 5 أوغندا مع الكونغو، وفي المجموعة 12 ماضي ساعتين بوراندي مع السنغال. في الملعب التونسي نهار 9 أكتوبر هو موعد الجلسة العامة الانتخابية 8 متعليل بقاعة الاجتماعات بدار الشباب خزندار. التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم، لعبتنا التونسية أونس جابر تتراجع 5 مراكز وتصبح في المركز 22 عالميا. نبقاو مع التنس والوجه المنستير مع دورة الياسمين الدولية في اللي بعد نهارين من التصفيات، اليوم تنطلق فيها الجديات الدورة الثالثة، يتحدث عليها رئيس الدورة شهاب بالحاج يوسف. دينا الأدوار التمهيدية يوم السبت والأحد كان فيها مشاركة متاع 4 لاعبات من منتخب تونس ولاعبات صغار كادات وجينيور. دينا سوسي قامت بمقابلة ممتازة وانهزمت 6-2 6-3، نفس الشيء بالنسبة لسيد غنيم 6-2 6-4، كانت مقابلة في مستوى باهي وشرفوا العمر متاعهم، وإن شاء الله الفرصة هذية مش تسمح لهم مش يشوفوا مستواهم الحقيقي ولا شنو هي الخدمة اللي يخدموها. دونك نهار الأول كانت طقس
مش مثل البارحة عن ياسر عطار في المنستير، دونك تعطلنا شوية في المقابلات وكملناهم حتى الساعة نتاع الصباح وكملنا جميع المقابلات، واليوم نبداو الأدوار النهائية. شكون من اللاعبات الأسامي المعروفة يعني اللي حاضرين في الدورة هي؟ وأنا مارتينيز هي المصنفة رقم واحد واللي فازت بالبطولة الأولى نتاع جسمة أوبن والثانية، وهي مصنفة 32 على العالم. فما اليوم الفرنسية ديانا باري اللي هي ترتيبها 61 على العالم والمصنفة رقم 2، باش تلعب مع التونسية بشري شيراز اليوم لعبة بتاع العشية. بشري شيراز كما تعرفوا كانت قبل ترتيبها في 600 و700، حاليا مشات للألف، دونك ننتظروا أموا أنه هذه فرصة لها مش تبرهن اللي هي مازالت المصنفة رقم واحد في تونس، وأن اللعبة اللي لازم نزيدوا نعطيها أكثر اهتمام هي وباقية اللاعبات مش يولي عندهم حضور أوفر مش يكونوا منافسات للاعبات هذي. فما نفس الشيء المصنفة رقم 2 ترتيب العالمي 57 كلارا بيوريل مش تلعب بعد المقابلة الأولى للساعة 4، دونك عندنا 5 مقابلات فردي و4 مقابلات زوجي اليوم. طقس مزيان، الفيلاج جاهز، إن شاء الله هذه الدعوة مع الفريق الوطنية إنه الجمهور يجي ويتبع ويشجع اللاعبات هذي، وفرصة إنه مش تولي عندنا ثقافة في تونس إنه نتبع المباريات الدولية في رياضات. كمل بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025 اليوم في الجولة الثانية، أهم مباراة 8 غير بعض مباراة القمة بين فرنسا وبلجيكيا. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، إن شاء الله بعد شوية نفيسة حسني في موج زنبي الساعة الثانية. أجمل تحيات شهير الكافي، في الأمان.